رندا، انتي عملتي شوية حاجات بتعتبريها انجازات صغيرة كده جنب بعضها عندك في ابوتيج، عملتي معرض في قصر ثقافة ابوتيج، عملتي ايه؟ احكيلي كده. بعد ما نفذت فكرة المرسم والمنهج بتاعي، طبعا كنت ماشية، أنا شايفة ماشية بتشجيع أولياء الأمور وثقتهم فيا والولاد والتفاعل والتواصل بيني وبينهم، لحد ما جاتني الفرصة إن أنا أدرس في قصر ثقافة أبوتيج. كان بتدعمني الأستاذة عيشة مشرف الطفل هناك، درست بالمنهج اللي أنا صممته ده الولاد هناك في قصر الثقافة، ودي كانت أول حاجة رسمية أنفذ فيها المنهج بتاعي. واتكللت كمان بمعرض للاطفال، اطفال المرسم وقصر ثقافه ابوتيج. كان المعرض بتعاون مشترك بين مرسم رندا خلف سلام وقصر ثقافه ابوتيج، فوقتها حسيت ان انا ماشيه صح واني نجحت. ومن اول موسم، يعني كان ما كنتش لسه كملت 3 شهور بالظبط مع من بدايه الفكره، فده بالنسبه لي حسسني بثقه غير عاديه ودعم من ناس ما تعرفنيش. عارفه لما تلاقي تشجيع غير اهلك، ايوه. يعني حد ما يعرفكيش ويشجعك، فدي بالنسبه لي ليها طعم عندك تاني. كام طفل وطفله؟ انت فاتحه الموضوع من من 5 سنين، من 5 سنين لغايه بتقولي 60 سنه، من 60 سنه وفاتحه الموضوع انه اي ست ممكن قاعده في البيت وما عندهاش حاجه وعندها يعني حياتها مش لطيفه قوي، ممكن تجمل حياتها بالالوان وتيجي وتتعلم حاجه. وارد جدا. انا اتمنى، هو لحد دلوقتي انا اكبر سن جاني 25 سنه، لكن السن مفتوح بالنسبه لي وفي ناس حابه ده، بس احنا عندنا في الصعيد شويه لسه الموضوع، ما ان تيجي حد واحده سنها كبير تيجي تتعلم رسم ده لسه شويه. ادينا بنحرك المياه الراكده اهو، بالظبط وبنقول مش عيب، والحاجات الصغيره الانجازات الصغيره لازم يتسلط عليها الضوء علشان نفتح مجال للناس ينطلقوا. انا مش يعني مش دوري بس ان انا اجيب اللي خد جوائز عالميه واللي وصل اللي مش عارفه ايه، ده مش دوري، ده دوري ان انا افتح سكك، عارفه القنايه بتاعت الميه صح اما تقومي ايه هده كده تقوم الميه تجري. فالحقيقه انا حابه لما حكيت لي القصه، دي بسيطه مفيش يعني الحاجه، بس انا لا حسيت ان هي هتبقى طاقه نور كده لناس كتير قاعده في البيت، ستات كتير ممكن تبقى حياتها مش لطيفه قوي، هي بتجمل الحياه. احكي على قصه النعامه. النعامه، انا الموسم الثاني للمرسم، من ضمن الافكار والتنوع والابداع بقى انا عايزه حاجه تبقى جديده، ففكرت ان انا اعمل ورش فنيه او دورز، يعني في مكان بره المرسم بتاعي الصغير، مكان مفتوح في ابوتيج. ما رضيتش ان انا ابعد بره ابوتيج، انا عايزه اشتغل في ابوتيج نفسها. فجاتني فكره ان انا ادور على مكان مفتوح ويكون مقابل كويس بالنسبه لي مادي، لان انا شغاله بامكانيات محدوده جدا بالنسبه لي. فلقيت انسب مكان هو حديقه ناصر بابوتيج، اقدم حديقه حيوان في مصر بعد الجيزه. ياه. حقيقي. فبصراحه ساعتها انا فيها جوزي، حيوانات وكده، فيها نعامه وكبش اروي وطاووس وشمبانزي، فيها حيوانات كتير، دي معلومه جديده، دي قديمه اقدم جدا حديقه حيوان بعد بعد اقدم الجيزه. حديقه الجيزه مظبوط. في بوتيج. واسمها اسمها حديقه ناصر، ايه؟ حديقه ناصر. ناصر. اوكي. ساعتها عرضت الفكره على جوزي، هو يعتبر داعم اساسي للموضوع المرسم، انا لولاه ما كنتش كملت خالص المرسم، كل ازمه تحصل لازم هو الاقيه في ظهري، ما شاء الله فهو ما شاء شجعني الله جدا. طبعا مش عايزه اقول لك، عشان نعمل في مكان زي ابوتيج ورش رسم اعلمها انا واحده ست، يعني اطلع اعلم رسم واخد الولاد في مكان مفتوح، عندنا شويه عادات وتقاليد كده ايه تمنع ده شويه، لكن بصراحه جوزي شجعني جدا ودفعني للموضوع ده، وصممت انها تتنفذ في الجنينه. وبرده تاني مره اولياء الامور لقيت تشجيع برده غير عادي، فاجئوني جدا. يعني العادات والتقاليد احنا اللي بنعملها، بالظبط، يعني الراجل موافق واهل الولاد موافقين والدنيا، ايه العيب في اننا نقعد في جنينه ونرسم الطبيعه رسمنا. وكانت ونتفرج؟ فكره الورشه دي ان احنا نرسم، وبعد ما بنرسم طبعا كانت خزف ورسم على الجبس، وبعد ما بنرسم بنطلع نتعرف، ناخد جوله نتعرف على الحيوانات. فمن ضمن الحاجات احنا كنا باخد الولاد نطلع نتعرف على الحيوانات، فكانت من ضمنهم النعامه. النعامه كانت عامله شغل معايا حلو قوي، كاني متفقه معاها. تيجي اول ما نتصور مع الولاد بيحطوا بقى الخزف بتاعهم ويتصوروا كده، تيجي النعامه تاخد بوز كده تتصور معاهم، حتى في صوره ليها هنا معانا، فطالعه بتطلع دايما معايا في الصور، اغيب وارجع ورشه تانية الاقيها مستنيانا، فكانت متفاعله جدا معانا. فقدرت احقق ده كمان، الولاد كانوا مبسوطين جدا ويطلعوا هم واولياء امورهم، قضوا يوم لطيف وجميل، رسموا
طب انت عملتي دمج كمان، ده انت يا بنتي عامله منهج وعامله دمج. أيوه. يعني مطبقه حاجات بتعملها وزاره التربيه والتعليم وبيعملها، عملتي دمج ازاي؟ ما هو ده انا استفدته من خلال تدريسي في التعليم الفني قسم زخرفه واعلام. استفدت من التربيه واخدتها معايا في المرسى. يعني كان في مره جاتني ام كان كلمتني في التليفون، كانت محبطه قوي، قالت لي انا عايزه ابني عنده توحد وعايزاه يشارك مع حضرتك. فهي كانت فاكراني حرفيا. قلت لها لا هاتيه الولد ان شاء الله، احنا بنتعلم رسم مش بناخد مسائل حسابيه والكلام ده، هيرسم معانا. قالت لي لا هو ما عندوش تفاعل، مش بيبقى متجاوب قوي مع الولاد وشويه خجول يعني، منطوي طبعا. قلت لها مش مشكله، حتى لو جه وقعد معانا اتفرج بس مره على مره هيحصل وانه يتجاوب معايا. الولد جه يومها الورشه، كنا في الجنينه برضو مفتوح، ورفض يمسك القلم. انا اديته القلم عشان هنرسم، هو رفض تماما. وكان متشنج مني قوي كده ومش عايز يشارك. فاشتغلت مع الولاد شويه بالفرش ورجعت له تاني، لقيت عينه عماله رايحه جايه على الفرش، مجرد ما شاف الفرش والالوان ابتدت عينه كده تتحرك. فاديته الفرشه يا حبيبي. الولد اتفاجئت بيه انه بيرسم، عنده 5 سنين. ما بيرسمش بالقلم زيهم، لا بيرسم بالفرشه. ويكون تدريجات لونيه احسن من الولاد اللي عندهم 10 سنين. يا حبيبي شوفي اكتشفت ايه. في لحظه الولد اتغير، غير لما دخل، كان لسه داخل الورشه، مجرد ما شاف الفرشه في ايديه لقيته بسرعه عمل تدريجات لونيه. انا لسه هتكلم وهوريه، هو اشتغل وعمل. يا حبيبي سبحانك يا رب. وابتدى بقى ايه زي يثق شويه في كلامي وانا بكلمه. فلقيته كويس معايا، فقلت له طب تعالى ايه رايك هنروح دلوقتي نتفرج على النعامه ونتفرج على الكبش الاروي، ايه رايك؟ راح مسك ايدي يا حبيبي ويلا تعالي يلا صوريني التابلو اللي عمله بالجبس، تعالي صوريني جنب النعامه. ولقيته بيقول للولاد معلومات عن كيف تعيش النعامه، يا قلبي، وان الكبش الاروي اصله ايه. ولقيت بيقول معلومات مثقفه. الولاد اللي معاه، الولاد اللي عندهم الاوتيزم بيبقى عندهم حاجات معلومات جينيوس بالظبط. يعني بصي الولد ده لو كان اترمى في البيت واتقفل عليه. هي مامته لما جت قالت لي ان هما في الحضانه قالوا لها لا ده شويه محتاج تخاطب، شويه محتاج مجهود شويه منك. فحبت تجرب في الرسم. الله، برافو عليها والله. ده حقيقي، ودي من ضمن الحاجات اللي امهات الصعيد على فكره يا جماعه عندهم ثقافه وعيين. أيوة. وعيين. أيوة. جدا جدا.